السلام عليكم ورحمة الله حبايبي سينيور 1. هنبدأ النهاردة شابتر 3 Chemical Reactions in Living Organisms of Others، أو ممكن نقول الميتابوليزم. ميتابوليزم يعني إيه؟ Group of Biochemical Reactions، مجموعة كبيرة من العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمنا واللي منها بنقدر نستفيد من الأكل اللي أكلناه، ده بنسميه ميتابوليزم. والكيميكال رياكشنز دي بما انها بتحصل inside living organisms of others فبنسميها biochemical reactions. يبقى الميتابوليزم دي biochemical reactions، مجموعة كبيرة من الكيميكال رياكشنز، العمليات الحيوية، التفاعلات اللي بتحصل في جسمنا علشان نستفيد من الأكل. علشان نستفيد حقيقي من الأكل اللي أكلناه، ده بيكون من خلال two processes، عمليتين مهمين، كاتابوليزم وانابوليزم. طيب الاول عايزين نعرف كاتابوليزم يعني ايه. كاتابوليزم هي بروسيس تحصل في جسمنا الغرض منها ATP production، انتاج الطاقه اللي جسمنا محتاجها علشان يعمل vital processes، عمليات حيويه كتير. يبقى كاتابوليزم اني استخلص الانرجي او الطاقه من الاكل. طيب ده بيحصل ازاي؟ مادام قلنا energy أو طاقة، يبقى طبعا هنتكلم في المصدر الأول لينا الكربوهيدرات، بعد كده الفات. إزاي جسمنا بقى هيستخلص الانرجي دي من الكربوهيدرات أو الفات؟ خلينا نبدأ بقى بالكربوهيدرات على طول، لأنها المصدر الأول fast source والمصدر السريع للانرجي. مش هينفع نستخلص الطاقة إلا لما يحصل digestion أو هضم، يعني تكسير للبوليمرز دي لمونيمرز، وده من خلال process قلنا عليها digestion، الهضم. الهضم إني أكسر البوند، الروابط اللي بين البوليمر ده فيتحول لمونيمرز أو الوحدات اللي بيتكون منها. فالمونيمرز دي بقى يكون سهل إنها تدخل جوه السيلز زي الجلوكوز كده، اسهل واحد ممكن يعدي واسرع واحد ممكن يعدي. جوه السيل بقى بتحصل food oxidation، يعني ايه؟ تتكسر البوند، الروابط دي اللي بين الاتمز، واللي قلت لكم بتكون مليانه انرجي، طاقه. الانرجي دي او الطاقه دي بنعبيها في مولكيولز اسمها ATP مولكيولز، وده بيحصل جوه الميتوكوندريا بتاعه السيل. وبالتالي ال ATP production اللي هو نتج من عملية الكاتابوليزم، البروسيس دي اسمها كاتابوليزم. كسرنا البوندز، الروابط اللي بين الفود مولكيول نفسها، يعني بين المونيمرز نفسها، علشان نطلع انرجي ونعبيها كده في ATP مولكيولز جسمنا يقدر يستخدمها. يبقى كده ده اسمه كاتابوليزم. يبقى احنا استفدنا دلوقتي من الاكل ان انرجي برودكشن، في انتاج الطاقة. نفس الطريقة لو الكربوهيدرات مش موجودة، مش متوفرة في جسمنا، هيبدأ جسمنا يدور على الفات ويدخلها ويكسر الاتومز، لان احنا متفقين يكسر البوندز، الروابط، الروابط اللي بتكون مخزنة انرجي. احنا ليه بنكسر الرابطة دي؟ لان الانرجي اللي احنا عايزينها بتكون ستورد، متخزنة هنا في الرابطة دي. لو الجلوكوز مش موجود، يبدأ جسمنا ياخد من الفات ويطلع انرجي اكتر ونعبيها برضو في ATP مولوكيولز وجسمنا يستخدمها. تكسير البوند، الروابط بين الاتومز في الفود مولوكيولز، ده اسمه كاتابوليزم، او ممكن نسميه اوكسيديشن. فرق كاتابوليزم او اوكسيديشن. اما الدايجستشن او الهيدروليسيس، اني احول البوليمر الطويل ده لمونيمرز. اما البروسيس الثانيه وهي الانابوليزم او البناء. بناء يعني نحول المونيمرز، الوحدات البسيطه اللي في جسمنا، لبوليمر. العكس بقى، احول المونيمرز لبوليمر علشان استخدم البوليمر ده في بناء جسمي. ما دام قلت بناء او تكوين جسم او فورمينج تيشوز انسجه، يبقى على طول هنا بنقصد بروتين، نكون بروتين. طب ازاي الموضوع ده بيحصل؟ ازاي الانابوليزم بيحصل؟ بمعنى الامينو اسيدز مونيمرز اهي اللي بروديوسد من بريكنج داون، من تكسير بوليمر البروتين اللي اخدناه اللي اكلناه. بعد ما اكلنا بروتين ده بوليمر، حصل دايجستشن واتحول لمونيمرز، يبقى احنا كده عملنا دايجستشن، هضم. المونيمرز دي اللي هي طبعا امينو اسيدز، ممكن الجسم يعيد استخدامها تاني على حسب بقى، يرتبها تاني على حسب التايب والنمبر والاوردر، ويكون سلاسل من البروتينز المختلفة اللي منها بيتكون جسمنا.
نكون هرمونز، نبني انزيمز، ما دي بتتكون من بروتين زي تندنز، اوتار، ليجمنتس، اربطه، سيلز، خلايا، كل ده بيتكون من بروتين. يبقى استخدمنا الامينو اسيدز او المونومرز اللي بروديوسد من هضم او دايجيشن البروتين اننا نعيد بناء او بنبني بيها حاجات في جسمنا تاني زي التندنس، الليجمنتس، الاربطه، السيلز، نعمل ريجنريشن، الدامج تيشو، نبني انسجه جديده، نعمل نجدد للريد بلاد سيلز، خلايا دم، وهكذا. او الانابوليزم ممكن يكون زي ما بنشوف في الفوتوسنتيسيس بروسيس. البلانت هنا بيستخدم مكونات بسيطة جدا زي الكربون دايوكسيد CO2، اكسجين O2، مينرالز، معادن، علشان يكون منها كومبلكس سبستانسز زي الكربوهيدرات او بوليمر زي الكربوهيدرات. هتقولي بوليمر ده مونيمر اهو قدامنا الجلوكوز، اقولك ما الاكسترا اللي بروديوس من الفوتوسنتيسيس بروسيس ممكن البلانت يجمعه في شكل ستورج to be stored علشان يخزنه في شكل ستارش. يبقى فهمنا دلوقتي ازاي جسمنا ممكن يستفيد من الاكل اللي اكلناه عن طريق حاجتين: كاتابوليزم، اني اطلع انرجي من الطاقة دي، بمعنى اني اكسر الفود مولكيولز، اكسر الجلوكوز، اكسر الفاتي اسيد لو الجلوكوز مش موجود، واطلع الانرجي من البوند، الروابط اللي بين الاتومز، اعبيها في اي تي بي مولكيولز، وادي بقى للمسلز، العضلات، وادي لاي حاجة في جسمي، وهكذا. اما الانابوليزم بناء اننا نستخدم او جسمنا يستخدم مونيمرز زي الامينو اسيدز علشان يبني انسجه جسمه ويبني اجزاء جسمه. انت عارف انت كلك من بروتين او زي ما شفنا في الفوتوسنتيسيس بروسيس. يبقى كده احنا استفدنا من الاكل اللي اكلناه او الاكل اللي هضمناه، والبروسيس دي هتكون اسمها ميتابوليزم او التمثيل الغذائي، وده بيكون من خلال كاتابوليزم والانابوليزم زي ما شفنا. وبالتالي هنا الـ importance of metabolism، أهمية الميتابوليزم أو أهمية إني أو أهمية الأكل بالنسبة لنا، هي حاجتين: obtaining energy، إني أطلع energy اللي محتاجاها من الأكل ده علشان نعمل الجسم يعمل عمليات حيوية كتير بتحصل في جسمنا محتاجة energy، فبنعمل إيه؟ بنطلعها من الأكل من خلال الكاتابوليزم. growth، بناء الجسم، او زي ما شفنا انت كلك بروتين، بنبني الشعر، بنبني التندنس او طار، بنبني الليجمنت، او ريبيرينج دامج تيشو، نجدد خلايانا، وده طبعا او نبني خلايا جديده، وده من خلال البناء او الانابوليزم. طيب تيست يور سيلف، بيقولك which of the following apply to anabolic and catabolic process. anabolic يعني بناء، يعني احول المونيمرز لبوليمر، ده بيكون من خلال بوليمرايزيشن بروسيس. زي كده لما ناكل سكريات كتير والجلوكوز يعلى جدا في جسمنا، فجسمنا يحول الجلوكوز ل جلايكوجين ستورد في الليفر، يبقى ده بوليمرايزيشن. يبقى عمليه البوليمرايزيشن دي اوكي تبقى انابوليزم. طيب كاتابوليك بروسيس يعني انتاج طاقه، وده سميناها اوكسيديشن، زي ما بيحصل في لما بنكسر الجلوكوز مولكيولز ونطلع الانرجي اللي موجود في الروابط، ده اسمه اوكسيديشن. من خلال الاوكسيديشن فود مولكيولز دي بنطلع الانرجي. What happens if catabolic process stops، وقفت يعني ما فيش بقى انرجي، يبقى كده جسمنا can't obtain energy required to perform all vital processes، كل العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمك مش بتحصل ببلاش، محتاجة طاقة، مش هتحصل، وبالتالي let's do death of living organisms. هناخد حاجة جديدة واسمها الانزيمز. شوفوا يا جماعة، في جسمنا بيحصل biochemical reactions كتير، عمليات حيوية بنسميها biochemical reactions لأنها بتحصل جوه living organisms bodies. طيب chemical reactions زي ايه؟ anabolism البناء، digestion هضم، food oxidation أكسدة الأكل عشان نطلع طاقة، muscle contraction and relaxation انقباض وانبساط العضلات عشان يحصل movement أو حركة، كل دي اسمها biochemical reactions، وأكتر منها بكتير كمان بتحصل في جسمنا. فالchemical reactions دي أو biochemical reactions دي علشان تقوم وعلشان تبدأ محتاجة energy أو محتاجة طاقة، بنسميها activation energy.
الـ activation energy دي الـ energy اللي محتاجينها أو محتاجها أي chemical reaction to be started علشان يبدأ، زي الكاتاليست اللي بنستخدمه في المعمل. كاتاليست هنا بيعمل إيه؟ بيعمل بيسرع أو بيخلي الكيميكال رياكشن يبدأ. أفكركم بكاتاليست أخدناه قبل كده زي المغنيسيوم دايوكسيد، بيعمل إيه في الهيدروجين بيروكسيد؟ كان بيعملوا ديكومبوزنج لهيدروجين لأكسجين ووتر. طبعا من غير المغنيسيوم دايوكسيد مش هيحصل الديكومبوزنج، التفكك أو تحلل الهيدروجين بيروكسيد. ده نفس فكرة الإنزيمز. الإنزيم برضو في جسمنا بيقلل الاكتيفيشن انرجي، بيقلل الطاقة اللي محتاجها البايوكيميكال رياكشن، التفاعل اللي في جسمنا علشان يبدأ، او بيقلل الاكتيفيشن انرجي. يبقى الإنزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي اللي محتاجها الكيميكال رياكشن اللي في جسمنا علشان يبدأ. طيب الإنزيم مختلف طبعا عن الكاتاليست، لان الإنزيم دي متى بتتكون من بروتين خلقها ربنا في جسمنا. يبقى الإنزيم هنا بيقوم بدور الكاتاليست في المعمل. في المعمل عندنا كاتاليست بيسرع الكيميكال رياكشن ويخليه يبدأ، أما بقى في جسمنا في برضو كيميكال رياكشنز كتير، ربنا خلق لنا الإنزيمز دي علشان تسرع الكيميكال رياكشنز دي وتخليها تبدأ. إزاي؟ الإنزيمز بتقلل الأكتيفيشن إنرجي. الجراف ده بيوضح لنا تأثير الإنزيمز على الأكتيفيشن إنرجي اللي محتاجها البايوكيميكال رياكشن اللي في جسمنا علشان يبدأ. طيب لو بصينا هنا في الليفل ده كده، الاكتيفيشن انرجي عاليه قوي لان الانزيم مش موجود. يقول لك اكتيفيشن انرجي ان دي ابسنت اوف انزيم. طب تعالى نبص هنا، الاكتيفيشن انرجي قلت لان هنا استخدمنا الانزيمز. خلونا نتكلم عن الانزيمز. الانزيمز عباره عن بروتين زي ما قلنا. البروتين يعني سلسلة كده البيلدينج يونت بتاعتها امينو اسيدز. فممكن يكون عندنا زي ما كتب لك هنا مور ذان وان تشين، يعني سلاسل كتير كده متداخلة مع بعض من البولي بيبتايد البيلدينج يونت بتاعتها امينو اسيد. فالسلاسل الكتير اللي مرتبطة ببعض هنا زي ما قال لك هنا ممكن يتكون من مور ذان تشين سلسلة، او مور ذان وان تشين من البولي بيبتايد، كذا سلسلة هي مرتبطين مع بعض، سلاسل من البولي بيبتايد متداخلة. فالمنظر ده يديني حاجة اسمها specific septal shape للإنزيم أو specific septal structure، يعني كل إنزيم هيكون ليه شكل فراغي بالمنظر ده. فممكن إنزيم ياخد الشكل ده، ممكن إنزيم تاني ياخد المنظر ده، فهتلاقي كل إنزيم ليه specific shape على حسب شكل وتداخل وارتباط البوليبيبتايد chain مع بعضها. خلينا نتكلم شوية عن الـ properties of enzymes. ايه خصائص او صفات الانزيمز بتتميز بايه؟ اول حاجة بيقولك الانزيمز similar to other chemical catalysts، يعني شبه كده الكاتاليست اللي بنستخدمها في المعمل. شبهها في ايه؟ انها speed up، بتسرع الكيميكال رياكشن. لكن حاجة بيقولك without being affected or consumed، يعني ما بتتأثرش وما بتخلصش لما يخلص الكيميكال رياكشن. زي ايه؟ تعالوا نشوف. مثلا عايزك تركز معايا في حاجة واحدة بس، ركز معايا. ده عبارة عن الانزيم اللي هنبدأ بيه الكيميكال رياكشن. ده شكل الانزيم during chemical reaction. chemical reaction خلص وده الانزيم. هل لاحظت عليه أي تغيير؟ هل خلص؟ هل حتة منه مش موجودة؟ حصل له consuming، استهلك، affected، اتأثر؟ لا خالص، زي ما دخل الرياكشن زي ما طلع. وده معنى ان الانزيمز not be consumed، مش بيستهلك ولا affected ولا بيتأثر. الحاجة التانية بيقولك ان الانزيمز دي بتكون highly specific، متخصصة اكتر من الكاتاليست اللي بنستخدمها في المعمل. يعني مثلا المانجنيز دايوكسيد ده احنا ممكن نستخدمه في كذا كيميكال رياكشن او يسرع لنا كذا كيميكال رياكشن، ولكن الانزيم بتكون متخصصة اكتر. فكل انزيم ليه كيميكال رياكشن معين بيشتغل عليه، one type او few types من الكيميكال رياكشن، وسبستريت مادة معينة. سبستريت هي المادة اللي بيشتغل عليها الانزيم. تعالوا نوضح ده اكتر. مثلا بيبسين ده انزيم وظيفته انه يعمل دايجيشن على البروتين، يهضم البروتين.
فالإنزيم أو البابسين ده سبيسيفيك متخصص، يعني ما بيشتغلش غير على البروتين، ما بيعملش حاجة غير البروتين. لو حطيت له مثلا لبت أو فاتس مش هيشتغل عليها لأنه متخصص بس للبروتين. نفس الكلام اللايبيز بيعمل دايجيشن للفات، فلو حطيت أي حاجة تانية غير الفات مش هيشتغل عليها اللايبيز، ده معنى إنها متخصصة. أنا بقول على البروتين هنا إنه السبستريت، فالإنزيم ده متخصص لنوع واحد من السبستريت اللي هو البروتين. بقول هنا على اللبت السبستريت بتاعت اللايبيز، فاللايبيز مش هيشتغل على إلا على نوع واحد بس من السبستريت اللي هو الفاتس، ده معنى إنها سبيسيفيك لنوع واحد بس من البايو كيميكال رياكشن وسبيسيفيك لنوع واحد بس من السبستريت. ممكن اقول حاجه صغيره بس خايفه تتلخبطوا، انا ممكن البروتين ده يشتغل عليه انزيم تاني زي التريبسين، تمام؟ يبقى كده كم انزيم اشتغلوا على البروتين؟ واحد اسمه بابسين والتاني اسمه تريبسين. بس خلي بالك في حاجه بقى، يعني ايه متخصص؟ يعني البابسين مش هيشتغل غير على البروتين، والتريبسين متخصص مش هيشتغل على البروتين، لكن البروتين ممكن يجيله اكتر من انزيم يشتغل عليه، ولكن كإنزيم حاجة واحدة بس، سبستريت واحدة بس هي البروتين. بنكمل بقى، بيقولك الـ enzymes reduce بتقلل الـ activation energy needed to start the reaction. ما هو ده اللي احنا قلناه، دي وظيفتها، وظيفتها انها تقلل الـ activation energy او الطاقة اللي محتاجينها علشان يبدأ الـ energy وعشان يبدأ الـ chemical reaction، والـ chemical reaction يحصل بأقل قدر من الطاقة. احنا فائدة الـ enzymes دي انها توفر لنا ATP او طاقة. بنكمل بقى، بيقول لك هنا باقي properties هنا. number 4 enzymes are affected by the action of hydrogen ion ال pH وال temperature. من الحاجات اللي بتتأثر بعمل ال enzymes ال pH وال temperature، زي ما هنشوف دلوقتي وهنشرح الجزء ده بالتفصيل. عايز اوريكم هنا الشكل كده لارتباط ال enzyme وال substrate. دي ال substrate، ده ال enzyme اللي بيشتغل على ال substrate ده. شايفين ازاي اتركبوا مع بعض؟ تحس كده ان الانزيم ده ما يشتغلش غير على السبستريت دي، لو جات له اي شكل تاني او السبستريت بشكل تاني مختلف او حاجة تانية مش هيركب عليها، فهيتكون كده حاجة اسمها انترميديت كومباوند، مركب وسطي. بعدين حصل الكيميكال رياكشن زي ما احنا شايفين اهو، دي برودكت، ده نواتج الكيميكال رياكشن. والانزيم زي ما هو ما اتغيرش، زي ما بدأنا بيه الكيميكال رياكشن انتهينا بيه الكيميكال رياكشن، ما حصلش كونسيومينج، ما استهلكش ولا افكتد ولا اتأثر، ودي من اهم صفات الانزيمز. بنشبه هنا ارتباط الانزيم باللوك او القفل والسبستريت بالكي. شايفين ازاي بتركبوا على بعض؟ عندنا جزء في الانزيم كده اسمه اكتيف سايت، السبستريت بتبات فيه او بتتركب فيه، فبيكون عندنا هنا حاجة اسمها intermediate compound، المركب الوسطي. طيب حاجة بقى مهمة جدا ناخد بالنا منها وبيجي فيها اسئلة كتير وجرافات. speed of enzymatic reaction increases by increasing the number of substrate molecules bound اللي مرتبطة بالenzymes molecule reaching the saturation site، لغاية ما نوصل لعملية التشبع. يعني ايه الكلام ده؟ شايفين المنظر ده؟ ده شكل ده ارتباط السبستريت بالانزيم. اكيد كل ما زاد الشكل ده during chemical reaction هتزيد سرعة الكيميكال reaction. بمعنى شايفين كده معايا في بداية التفاعل ده كده بيكون شكل السبستريت وده الانزيم. شوية شوية بيحصل بقى ارتباط الانزيمز بالسبستريت مع بعض ويكونوا الكومبلكس ده. هنا بقى الفكرة، كل ما زاد المنظر ده او الكومبلكس ده، يعني زاد تركيز المركب اللي ناتج من ارتباط الانزيم والسبستريت، كل ما زاد اكيد هتزيد سرعة الكيميكال رياكشن. لغاية كده، لغاية ما هنوصل لليفل معين هنقف بقى. الليفل ده ايه؟ الليفل ده انه خلاص بيكون الانزيم والسبستريت او السبستريت اللي احنا بنشتغل عليها خلصت خلاص، او كل السبستريت اتشبعت او ارتبطت او مسكت في الانزيم اللي موجود. هنا بقى الكيميكال اكشن سرعته هتزيد برضو، ما هو خلاص احنا خلصنا السبستريت وكل الانزيمز اللي موجودة او كل الانزيمز اللي بنستخدمها ارتبطت بالسبستريت الموجودة.
وهنا هيقف بقى سرعة الكيميكال رياكشن، لأن خلاص كده بنكون شطبنا السبستريت وبيكون الجراف بالمنظر ده. طيب هناخد سؤال عشان نوضح أكتر. السؤال ده هيوضح لنا أكتر. Which of the following graphs illustrates the relation between speed of reaction and enzymes concentration؟ طيب تعالى كده بص على choice دي. المفروض ان كل ما هيزيد الانزيمز concentration تزود انزيمز، الانزيم يمسك او يرتبط في السبستريت بتاعته ويزيد السبيد. كل ما هتزود يزيد السبيد، كل ما هتزود يزيد السبيد، كل ما هتزود لغاية ما نوصل للبوينت دي. البوينت دي هنسميها الساتوريشن، التشبع اللي بيكون فيها الانزيم مسك قفش كده في كل السبستريت الموجودة، فالسبستريت خلصت خلاص، الانزيمز لسه موجود بس السبستريت خلصت. هنا بقى هيحصل الساتوريشن سايت، وايه والجراف يثبت هنا، يحصل هنا كونستانت، ثبات. ثبات ليه؟ لان الانزيم مسك بكل السبستريت والسبستريت شطبت خلاص، فهي دي اللي بنقول عليها الساتوريشن سايت، وعندها السبيد اوف كيميكال رياكشن بتكون كونستانت ثابته. دلوقتي بقى هنتكلم عن الفاكتورز، العوامل اللي بتأثر على السبيد اوف انزيم اكشن، اللي بتأثر على نشاط الانزيم والاكتيفيتي بتاعه. عندنا خمس حاجات: التمبريتشر، بي اتش، وهنفهم دلوقتي يعني ايه بي اتش، انزيمز كونسنتريشن، تركيز الانزيم اللي احنا بنتكلم عليه والاكتيفيتي بتاعته، سبستريت كونسنتريشن يعني تركيز المادة اللي بيمسك فيها الانزيم، presence of inhibitors يعني وجود مثبطات كده في الكيميكال رياكشن توقف او تعوق شغل الانزيمز. الانزيم كل الحاجات دي بتاثر على الانزيمز اكتيفيتي. في حاجتين هنشتغل عليهم او هنتكلم عليهم بالتفصيل، مهمين قوي، هما موضوع اسئله وجرافس، التمبريتشر والبي اتش. تعالوا نبدا مع بعض بالتمبريتشر. بنقول طبعا ان الانزيمز دي حساسه قوي، sensitive to thermal changes، اي تغيير في درجة حرارة الميديم او الوسط اللي بتشتغل فيه الانزيم دي بتتأثر بيها. وده ليه بتتأثر بالتمبريتشر او بالحرارة؟ لان الانزيمز دي قلنا made of protein، والبروتين عموما اي بروتين بيتأثر بالحرارة. يعني هات كده مثلا قطعة لحمة، اللحمة دي طبعا من بروتين، وقربها كده من النار اكيد طبعا هتتأثر. هنقول حاجة مهمة دلوقتي وحواريكم جراف بيقولك الانزيمز activity limited in narrow range of temperature. يعني ايه range of temperature؟ يعني مثلا ده جراف بيوضح لك الاكتيفيتي بتاعت الانزيم. نشاط الانزيم بدأ من عند زيرو، من اول زيرو ابتدى يصحى كده وينشط، وابتدت الاكتيفيتي بتاعته تزيد اول ما بتزيد او مع زيادة التمبريتشر، خلاص لغاية ما وصلنا لنقطة معينة. النقطة دي او temperature دي بنسميها optimal temperature، اللي عندها بتكون الانزيم activity اعلى حاجة. بعدين زودنا تاني temperature فقلت الانزيم activity، قلت لغاية ما وصلنا ل 60. فمن 0 ل 60 ده بنسميه range، المدى of temperature، تمام كده؟ ده المدى الحراري او range of temperature بتاع الانزيم ده، بيشتغل من 0 ل 60، بيصحى كده من عند 0 ويجي عند 60 ينام تاني. الانزيمز بقى بتشتغل narrow range، يعني في مدى حراري ضيق، من 0 ل 60 ده مدى حراري مش كبير. وطبعا هنا بيقول لك زي ما انت شايف ان كل انزيم عنده certain temperature، درجة حرارة معينة بنسميها optimal temperature، اللي هي عندنا دلوقتي كام، اللي هي المفروض مثلا عند 40، تمام؟ فعند 40 دي زي ما احنا شايفين الانزيم اكتيفيتي بتكون اعلى حاجة، فبنقول على 40 دي هي الاوبتيمال تمبريتشر. طيب نركز مع بعض علشان هنقول حاجة مهمة وحاجة غريبة كمان. المفروض احنا زي ما اتفقنا عندنا حاجة اسمها الoptimal temperature، بيكون عندها الانزيم active اعلى حاجة، اعلى نشاط، تمام؟ طيب لما بنتحرك بنقلل الحرارة او نزود، طبعا الانزيم activity زي ما انتم شايفين بتقل، تمام؟ يعني انا هنا كده اتحركت كده قللت temperature، قلل الactivity، رجعت كده زودت temperature، قلل الactivity زي ما انتم شايفين. في حاجة بقى، انا هقف هنا عند الاوبتيمال تمبريتشر وهقلل
التمبريتشر درجة الحرارة، فطبعا الانزيم اكتيفيتي هتقل. طب لو جيت رفعت الحرارة تاني لفوق ايه اللي هيحصل؟ او رجعت تاني الحرارة عليتها للأوبتيمال تمبريتشر، هنا بقى الانزيم عادي ريستور اتس اكتيفيتي، هيرجع يتنشط تاني. يعني لو قللت عن الأوبتيمال ورجعت تاني للأوبتيمال هيستعيد نشاطه تاني ويبقى اكتيف. طيب هقف برضو عند الأوبتيمال تمبريتشر و هزود التمبريتشر تدريجيا، هزودها بعدين هرجعها تاني للأوبتيمال تمبريتشر. ايه اللي هيحصل؟ هل الانزيم هيرجع اكتف تاني؟ لا، هنا بقى الانزيم can't restore its activity لانه بيتكون من بروتين، والبروتين sensitive حساس لدرجة الحرارة. انت لما زودت التمبريتشر كده عن الأوبتيمال تمبريتشر وعليه درجة الحرارة قوي، انت بوظته وغيرت المكونات بتاعته، لان هو مادة بتتكون من بروتين، والبروتين sensitive حساسة لأي change in temperature، فكده تركيب البروتين اتغير وبالتالي الانزيم تركيبه اتغير، يعني من الاخر باظ خلاص، فمش هينفع يشتغل تاني. طيب هنا بالنسبة لل pH، يعني ايه pH؟ pH هي measurement او قياس من خلالها بنحدد او بنحكم على الميديم اللي بيشتغل فيه الانزيم. الميديم ده الكالاين، نيوترال، متعادل، اسيدك، حامض، ولا الكالاين يعني قلوي. طيب دي عبارة عن قياس زي ما قلت لكم measurement. فمثلا لو 7D pH equal 7 معناها الميديم هنا بيكون نيوترال زي الووتر. لما بنعلى عن ال 7 هنا بيكون الميديم الكلاين، لما بنقل عن ال 7 هنا الميديم بيكون اسيدك، ودي حاجة بتأثر في شغل الانزيم، لان الانزيم في انزيم بتشتغل في اسيدك ميديم، في انزيم بتشتغل في الكلاين زي ما هنشوف، في انزيمز بتشتغل في نيوترال ميديم، وبالتالي البي اتش او بتاعه الميديم اللي بيشتغل فيه الانزيم اكيد هتاثر على الانزيم اكتيفيتي زي ما هنشوف دلوقتي. بيقول لك هنا بقى جايب لك تو اكزامبلز لتو انزيمز، اول مره يعدوا علينا، بس مطلوب منك بس تاخد بالك من البي اتش اللي بيشتغل فيها كل انزيم. عندك انزيم اسمه البيبسين، ده البي اتش بتاعته، يعني ايه البي اتش بتاعته؟ الاوبتيمال بي اتش اللي بيكون فيها مور اكتيف عند 2، وبالتالي هنقول على البيبسين بيشتغل في اسيدك ميديوم لان الاوبتيمال بي اتش بتاعته 2. طيب تعالى كده نبص على انزيم تاني اسمه ترابسين. ترابسين ده بيكون مور اكتيف، اعلى اكتيفيتي لي عند 8، معناها الاوبتيمال بي اتش بتاعته 8، دي اعلى حاجه، تمام؟ وبالتالي كده الترابسن ده بيشتغل في ايه؟ بيشتغل في يعني 8D بعد ال 7 على طول، فهنقول عليه، مش هقول لك الكالاين، لا هقول لك ويك الكالاين، تمام؟ علشان 8. وبالتالي كل انزيم ليه البي اتش بتاعته اللي بيكون مور اكتيف فيها، وبنسميها الاوبتيمال بي اتش. بس بقى في حاجة بقولك معلومة هنا، ان most of enzymes، معظم الانزيمز بتشتغل في pH قريب من ال 7، يعني قريب من النيوترال 7.4 معظمها، يعني البيبسين ده اللي بيشتغل عند 2 شاذ شوية. ليه بقى؟ ده احنا اتفقنا ان هو الانزيم بيتكون من بروتين، وحتى بناء البروتين او البيلدينج يونت امينو اسيد، والامينو اسيد كده فاكر كان عندنا ال 2 جروبس دول، كان عندنا الامينو البيزك والكربوكسيل الاسيدك، يعني البروتين في مجموعه الاسيدك والبيزك، وبالتالي يناسبه اكتر الميديوم او الوسط اللي بيشتغل فيه بيكون نيوترال متعادل، عشان هو عنده الاثنين الاسيدك والبيزك. هنا كي بوينتس بتساعدها في حل الاسئله، بيقول لك الفاكتورز اللي بتزود السبيد اوف انزيماتيك رياكشن، يعني الرياكشن اللي بيحفزه انزيم. ما هو لما على فكره لما نشاط الانزيم يزيد اكيد سرعه الكيميكال رياكشن هتزيد، هي دي الفكره. طيب فبيقول لك مثلا increase enzyme concentration، كل ما هيزيد
تركيز الانزيم اكيد سرعه الايه، تحط كل ما تحط انزيم اكتر اكيد سرعه الرياكشن ده هتزيد. بيقول لك عند certain limit، يعني ايه؟ تعالى كده نشوف ال certain limit دي يعني ايه، اللي هو زي الجراف اللي حليناه في السؤال بتاع test yourself. هنزود الانزيم concentration هيزيد ال speed of chemical reaction، زود 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 هيزيد لغاية ما هنوصل ل certain limit، او ال certain limit ده اللي بيكون فيه الانزيم اتشبع بكل السبستريت الاتنين اتركبوا على بعض، اللي هي فكرة القفل والمفتاح دي، وبالتالي السبستريت خلصت او السبستريت اتشبعت بكل الانزيم فمبقاش فيه سبستريت تاني. هنا بقى هو ده السيرتن ليميت اللي بيقول لك عليه، اللي بعديه خلاص الانزيماتيك رياكشن سبيد، سرعة الرياكشن او الاكتيفيتي خلاص هيحصل هنا ثبات. يبقى هي كانت بتزيد لما بتزود الانزيم كونسنتريشن وكان عند نقطه معينه اللي حصل فيها تشبع وحصل هنا كونستانت او ثبات، يعني خلاص هنجيب لك سبستريت منين؟ الانزيم كونسنتريشن بيزيد اهو، بس هنجيب لك منين سبستريت خلاص. فهنا السبيد بيحصل فيها او كونستانت ثبات، سبيد بتاعت الكيميكال رياكشن يعني هيكون بقى الرياكشن خلص معناها. برضو من العوامل اللي بتزود الـ speed of enzymatic reaction تركيز الـ substrate نفسها، برضو عند certain limit، عند certain limit لما بتفضل تزود الـ substrate أو ممكن خلاص يكون كمية الإنزيم اللي موجودة محددة، فأنت لو هتزود الـ substrate أكتر من اللازم ده هو ده الـ limit اللي عنده الـ speed بتاعت الـ chemical reaction هتقف. optimal temperature، كل انزيم عنده optimal temperature عندها بيكون more active، هتتحرك عنها تقلل او تزود اكيد الاكتيفيتي بتاعت الانزيم هتقل وبالتالي سرعة الكيميكال رياكشن ده هتقل. optimal pH، optimal pH هي عندها الانزيم activity او الرياكشن بقى هيكون اعلى حاجة. ما هو معنى ان خلي بالك انا ليه بقول لك انزيم اكتيفيتي او بقول لك رياكشن، ما هو لما الانزيم اكتيفيتي تكون اعلى حاجه فهيكون السبيد بتاع الرياكشن اعلى حاجه. كل انزيم عنده بي اتش بيكون عندها اعلى حاجه، هي الاوبتيمال بي اتش، اتحركت عنها قللت او زودت الانزيم اكتيفيتي او سرعه الرياكشن ده هتتغير. طيب ابسنس اوف انهبيتورز، انهبيتورز مثبطات، لو مفيش مثبطات او انهبيتورز تعيق او توقف الانزيم اكيد السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن هتبقى سريعه او هتزيد. عموما كده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، استنوني في الفيديو القادم ان شاء الله هنحل اكبر عدد ممكن من اسئله المعاصر والجرافات اللي هتخلينا نفهم اكتر.